اللي هيسجل الهدف. طيب خلينا ناخد التشكيل الرسمي للنادي الاهلي في هذه المباراه. محمد الشناوي في حراسه المرمى، ايمن اشرف ورامي ربيعه اثنين سنتر باكس، واحمد فتحي ناحيه اليمين ومحمود وحيد ناحيه الشمال. اثنين في وسط الملعب، اليو ديانج وعمر السولية، ومن امامهم الرباعي الهجومي جونيور اجاييه في كراس حربه وحيد، ومن خلفه احمد الشيخ ناحيه اليمين، حسين الشحات ناحيه الشمال، ومن بينهم وليد سليمان. تشكيله